ما هو لما تبقى عربي مسلم وتقدر تنفد بجلدك من بلدك من غير ما تتسجن او تتشنق او تختفي، اوعى تفتكر ان الحكام العرب هيسيبوك تعيش كده عادي. لا طبعا، يا هيبعتولك حد يقتلك ويقطع جتتك في البلد اللي انت فيها، يا هيحرضوا عليك الغرب وعلى المساجد اللي بتصلي فيها ويقولوا عليك ارهابي لحد ما تتقتل وانت بتصلي. صدقني محدش هيهتم بموتك قد الحكام العرب. وعلى صعيد اخر، حد غير ملاحظ ان سيادة الرئيس بتصور مع نخل كتير اليومين دول؟ كده فاضل بس يعمل سيشن وهو منقوع في لبن بمناسبه دخول رمضان وكده يعني. عزم مجاهد: من لا يرى انجازات الرئيس مجنون. عقول ضلمه مش قادره تشوف مصر، والله عقول ضلمه مش قادره تشوف مصر اللي نورت في عصر السيسي، والله مصر نورت في عصر السيسي، ولا حاسين بمصر اللي تحولت في يوم وليلة كده في 4 سنين لجوهرة سحرت عقول العالم وتحولت لأقوى حائط صد ضد قوى الشر. واللي مش شايف اللي بيحصل ده يبقى يروح يكشف نظر ويكشف على صمامات قلبه وقواه العقلية. جماعة روحوا عالجوا نظركم وعالجوا قلوبكم وعالجوا عقلكم، وان شاء الله لما تخفوا هتشوفوا الانجازات عادي. هي بس المشكلة انكم مش هتلاقوا فلوس تتعالجوا بيها ولا هتلاقوا مستشفيات تتعالجوا فيها عشان احنا فقراء قوي، فقولوا انكم شايفينها وخلاص وما تقرفوناش يعني. بس هو عنده حق برضه في نقطة ان مصر بقت اكبر حائط في العالم لدرجة ان المصريين كلهم بيخبطوا دماغهم فيها كل يوم والله. الخارجية: ردا على تقرير خارجية امريكا بشأن حقوق الانسان لا يتسم بالموضوعية. والله مفيش موضوعية خالص، الناس دي لو جيت شافت الوضع عندنا على الطبيعة هيكتشفوا ان الانسان عندنا انقرض اساسا من فترة، هندي حقوق لحاجة مش موجودة ازاي يعني. عموما انا بقترح ان الامريكان يبعتوا لنا التقرير لمصر، وان شاء الله الداخلية هتاخد التقرير نفسه تعذبه لحد ما يغير كلامه ويبقى موضوعي. ابعتوه بس انتوا مالكوش دعوة. مجلس النواب: مصر لا تعرف الاخفاء القسري او التعذيب. ايه ده، انتوا مخبيين عليها ولا ايه؟ يعني ايه مصر ما تعرفش انها نفسها مختفية قسرية؟ بس عموما عشان نتاكد احنا ناخد مصر اي اسم نعذبها لحد ما تعترف، يمكن تكون عارفة ومش عاوزة تقول يعني. التموين لغير المستحقين: مش ال 200 جنيه اللي هيفرقوا معاكم. صحيح يا جماعه، ال 200 جنيه دول مش هتفرق معاكم، انما الميات اللي بتدفعوها فواتير غاز وكهرباء والضرايب دي بتفرق مع الدوله، معلش ولازم تتدفع عشان ده حق الدوله، انما حقك انت الدوله كانت جعانه وكلته عادي يعني، قافش ليه؟ ده بدل ما تقول لها بالهنا والشفا وتحمد ربنا انها كلت حقك بس ما كلتكش انت شخصيا. اديه احتقر عمرو واكيد ومعتز مطر، واحنا في معركه ولا يوجد لدينا رفاهيه الراي والراي الاخر. الواد اللي اسمه عمرو واكيد هذا الممثل الرقيع ايضا بيتكلم كلام، وهذا الكلام لا يمكن أن يكون يندرج تحت حرية الرأي. نحن في معركة، هذه المعركة لا تحتاج منا إلا رأي واحد، هذه المرحلة لا تحتمل أي نوع من أنواع رفاهية الرأي والرأي الآخر. في تقديري، هذا تقديري الشخصي مسؤول عنه، رفاهية الرأي والرأي الآخر حينما يكون على حساب الدولة لعنة الله على الرأي الآخر. تناقض فعلا. بس هو الممثل الرقيع ده لما كان مع فضل اعتصام كان رقيع برضو ولا كان وطني ساعتها؟ ولما غير رأيه بس بقى رقيع؟ عشان نبقى فاهمين بس يعني. بس عموما انت عندك حق، احنا فعلا بنخوض حرب غير مسبوقة في التاريخ، لان دي اول حرب ما يبقاش فيها حد بيحاربنا ولا احنا عارفين بنحارب مين اساسا، بس بنحارب وخلاص برضه. خالد يوسف: خرجنا في 30 يونيو لان الاخوان كانوا بيهددونا بالسلاح. انت قبلت بهذا الدور للجيش، دور غير عسكري في 30 يونيو الآن؟ لا، في 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 فرق ضخم جدا يا نورا، فرق ضخم جدا. عندما خرجنا في 30 يونيو كانت أمامنا جماعة الإخوان المسلمين وكانوا يهددون بالسلاح. هذه الإرادة الشعبية، الشعب المصري ما هواش مسلح، ما فيش في إيدي سلاح. عندما تخرج عليه جماعة وتهدده بالسلاح كان لابد أن نستدعي الجيش المصري ونقول له احمي هذا الشعب واحمي إرادته. الإخوان كانوا بيهددوكوا بالسلاح؟ أنت الأفلام السكس أثرت على ذاكرتك يا خالد ولا إيه؟ ده أنت كنتوا بتنطوا على سور الاتحاديه كانه سور مدرسه ابتدائي ساعه الفسحه وبتكسروا بوابته ومحدش كان بيجي جنبكم. ده انت خدت طياره وقعدت تخمس بيها وتصور بيها المظاهرات من كل الزوايا ولا كانك بتصور النسوان اللي بتجيبها شقتك، وكان ساعتها الاخوان لسه في الحكم وما حصلكش اي حاجه. يا ابني هو انت لو غلطت وقلت كلمه حق هنقول عليك شريف مثلا؟ لا والله ما تقلقش، احنا عارفين انك رخيص عادي يعني ما تقلقش. قد ايه يفضح نفاق محمد الصغير ومحمد ناصر بين اكبر جامع في مصر واكبر جامع في تركيا. بيفخر ببناء مسجد في اسطنبول بجد؟ طب امال لما احنا بنينا مسجد الفتاح العليم عملته ومنح عليه؟ انا بس ببين للناس، انا على فكره هم مش في معركه معايا، انا ما يهمنيش دول لا قيمه لهم ولا وزن، انا يهمني المشاهد بتاعي. والله دي مش عارف اقول لك ايه، بس يعني هم عاملين المسجد في اسطنبول عادي، احنا رحنا عملناه في الصحراء، يعني الناس اللي في مصر اساسا اسهل لهم يوصلوا للمسجد اللي في تركيا عن انهم يوصلوا للمسجد اللي عندنا. وبعدين تركيا دوله متقدمه، عندها زراعه وصناعه وتجاره وصناعه طيارات واسلحه، تبني مساجد كبيره وتكلفها براحتها يعني، انما احنا رايحين ندفع ملايين
في بناء مسجد واحنا مش لاقيين ناكل ولا لاقيين حد يصلي فيه حتى. قد ايه عن فوضى الفتاوى؟ العالم طلع القمر واحنا لسه بنسال عن حكم التبول وقوفا. كفايه هيافه. باختصار يعني واحد يسال سؤال الفتاوى، الفتاوى هيافه هيافه. فعلا احنا بنتعرض لسلسله هيافات من ناس بتسال فتاوى لا قيمه لها ولا يمكن انها تبني اوطان، لكنها تقليد وبينم على سطحيه وضحاله من السائل، مش كده وبس، والمجيب والله المجيب ضح والسائل ضح، ده سطحي وده سطحي. في النهايه قالوا ايه؟ قالوا في حاجات واجبه. الناس طلعت القمر والمريخ وبتاع ويقول لك ايه اصله العلم هو العلم الديني مش العلم الدنيوي. اه بصراحه هي الفتاوى دي اللي مأخره البلد وبتعوق التقدم يعني. اه لو بطلنا نشغل نفسنا بحكم التبول وقوفا كان زماننا اتقدمنا وواقفين نتبول في القمر دلوقتي. يا ريت كمان نبطل الفتاوى الهايفه بتاعه ازاي نغير الحاكم دي ونركز في الفتاوى الهادفه بتاعه ازاي نغير الدستور مثلا يعني. احمد موسى يطالب بفصل الموظفين الاخوان بوزاره النقل اخطر من متعاطي المخدرات. لا مش عندنا حد ابن المؤسسه العسكريه حد يفشله، حدش يفشل حد من ابناء المؤسسه العسكريه على الاطلاق، وهنكون سند لاي حد. وانا بقول اهو يعمل تطهير من عناصر الاخوان الارهابيين، هنسنده بكل قوه من الاول. لازم يبقى عندي بره، ملوش علاقه بحركه المواطنين ولا حجز تذاكر ولا قطع كذا ولا عمل اداري بحت، مع السلامه. طالما عسكري ما ينفعش يفشل، لو مدني عادي ملوش لازمه يعني. انما عسكري هينجح يعني هينجح حتى لو الاطورات ركبت فوق بعضها. يعني ما نقول بقى ان الاخوان ادوهم فياجرا عادي مش هنغلب يعني. ولازم فعلا نرفد كل الاخوان من وزاره النقل حتى اللي بيقطعوا تذاكر، لان يعني ممكن جدا يبيعوا للمواطنين تذاكر مفخخه فتنفجر فيهم. او مواطن يكون رايح اسكندريه الموظف الاخواني يديله تذكره لقطر ولا تركيا مثلا تبقى مصيبه. لا احنا لازم نرفد الاخوان المسلمين ونفتش برضه في السكه الحديد، يمكن يكون في قضبان مسلمين ولا حاجه نشيلهم برضه لانهم ممكن يقلبوا القطرات. وزير التنميه الاداريه الاسبق يكشف اسباب استقالته من حكومه الاخوان، ما استحملتش غير 6 شهور. رئيس الوزراء بتاعهم طلب مني، هشام منديل طلب مني ان ابقى وزير الاتصالات في وزاره، مش عايز اقول وزاره الاخوان، لكن وزاره اللي ما بعد 25 يناير. فالاول رفضت واعتذرت، وبعد كده جات لي مكالمات من بعض الناس اللي انا بعتبرهم مثل اعلى زي الدكتور كمال الجنزوري وزي الدكتور عصام شرف، وقالوا لي لا يعني لما احنا نرفض يبقى هم لهم حق بقى يعملوا الوزاره كلها من الناس بتوعهم، فبليز اقبل. فقبلت بس ما استحملتش غير 6 شهور. يا حبيبي قال لك بليز فوافقت وما استحملتش الا 6 شهور. ليه؟ هما كانوا بيطفوا مشروع النهضه تحت باطك ولا ايه؟ بس شوف يا اخي التفكير، عاوزين ياكلوا الناس ويشربوهم ويشغلوهم، مع ان المفروض طبعا انهم هيجوعوهم ويسيبوهم عواطليه ويفكروا في حلول لمشاكل سنه 2060 زي ما سياده الرئيس عمل كده. ما انهم لله الاخوان والله مفيش اي تحمل لمسؤوليه سنه 60 خالص. عمرو اديب يجب ان يخجل اي انسان من المتاجره بالهجوم الارهابي في نيوزيلندا. الاخوان النهارده اتجننوا، قال لك الحادثه دي سببها ما كل واحد بقى، انما مش ده يبقى على راي السفير بتاعنا، مش ده يبقى فجر، مش ده يبقى كذب، مش ده يبقى جنان رسمي انه تشوف الجريمة وتستغل الإرهاب علشان وقع سياسي. دي جريمة ما ينفعش تهزر معاها، ما ينفعش تتاجر بيها. طب قبل ما تستغرب وتندهش كده عمرو، مين اللي قال ان السيسي السبب؟ ما تقول لنا هو قال كده ليه؟ يمكن مثلا قال كده عشان السيسي هو اللي حذر من المساجد وقال انها بتنشر الإرهاب وخوف الغرب منها وطلب ان هم يراقبوها مثلا، فتكتشف ان اللي قال كده عنده حق وان السيسي السبب وان انت معطرش ونفرح كلنا. الدكتور جمال شعبان طبيب الغلابة عميد معهد القلب يلقن قناة الجزيرة وقنوات الإخوان درسا قاسيا. يهمني جدا دكتور جمال شعبان مدير معهد القلب، ما اتكلمت زي الناس وما خدتش في تفاصيل كتير، لكن اللي يهمني في هذا الامر طبيب الانسانيه وطبيب الرحمه وطبيب الغلابه، كل ده جميل، انما الراجل ليه موقف يحسب ليه، موقف يحسب ليه. الراجل قال انا مش عايز قنوات تتدخل في الشؤون الخاصه بتاعت بلدنا وخاصه قناه الجزيره. هو الحقيقه برضه دكتور جمال معذور، ما هو يعني يعرف الموضوع يرسى على انه يترفد ويلبس الجلابيه ويقعد في البيت، او يسيب الجزيره تدافع عنه ويلبس تهمه انه اخوان ويقعد في السجن، البيت ارحم برضه يعني. استخدام خارج من طلاب المدارس للتابلت، لن تصدق الفيديوهات المتداولة على التابلت. يلا هو جدعان هو جوجري ركز يا جوجري خربها هو جوجري يا جاب. يعني حاجه محترمه، حاجه تاتش بتفتح بيها يعني لمسه واحده بتدخل على المنهج اللي انت عايزه، استخدموه الطلبه كده. حاجه تاتش ايه وجهاز عظيم ايه؟ انت يا ابني مذيع ولا مندوب مبيعات في الشركه بتاعت التابلت؟ ثاني هنقول ان العيب مش على الطلبه اللي الوزاره لا عملت لهم مدارس تعلمهم ولا جابت لهم مدرس يشرح ولا معامل ولا مناهج ولا حتى تخت يقعدوا عليها، العيب على الوزاره اللي طنشت كل ده وراح جابت لهم تابلت، فبقوا بيستخدموا التاتش في التحسيس على الرقصات بدل المناهج. مفكر سياسي يوضح سر اختفاء النخبه في مصر. يعني انا شفت طبعا انك تخش الاسانسير وتلاقي توفيق الحكيم ونجيب محفوظ بتتخض، انا كنت بتخض كنت لسه صغير ان انا اشوفهم، انما دول كانوا حفنه برضه يعني، كانت مصر على ايامهم. لا يا فندم، لا يا فندم، لا 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 يا فندم، كنا بنروح مثلا مؤتمر في نقابه المحامين، كنت بتشوف فندم
200 300 اسم. يا جماعه ما تتخانقوش، انا هقول لك يا سيد النخبه اختفت ليه. في شويه اتسجنوا عشان حاولوا يتكلموا، وشويه هربوا من البلد عشان ما يتسجنوش، وفاضل في مصر شويه محبوسين بيلفوا على القنوات اللي ما حدش بيشوفها، زي الاستاذ عبد المنعم سعيد كده اللي طالع معاك في قناه النايل سات نفسه ما يعرفش ترددها ايه. اقوى تعليق للاعلامي سيد علي حول ازمه هيفاء وهبي وافي خاي. ست هيفاء وهبي كان عيد ميلادها، فالناس راحت لها تحت بيتها جايبين لها الورود وهي ظاهره الحقيقه، تتفق بقى معاها تختلف معاها، وبعدين الراجل افخاي الدرع ده الراجل المتناسون ده بتاع الكيان الاسرائيلي طلع قال لها كل سنه وانت طيبه، بس اصل حسن نصر الله عشان انت شيعيه معهوش مصار يجيب لك هديه. فهيفاء وهبي ردت عليه وكتبت وقالت له مين قال لك انه معهوش؟ انا سماحه السيد حسن نصر الله كلمني وقلت له الهديه بتاعتي ان شاء الله هيجيبك يعني هيجيب رقبتك هديه ليا وكده، وعملت ضجه كبيره جدا الست هيفاء وهبي. فخذوا الحكمه من فاه الست هيفاء. هو عموما اي حاجه من بق هيفاء وهبي حلوه يعني، مستعدين ناخدها عادي مش شرط الحكمه يعني، بس يعني لما تقول ان حسن نصر الله هيجيب رقبه ادراعي عشان يديها لها بمناسبه عيد ميلادها، ده يبقى اسمه ايه؟ جهاد في سبيل هيفاء ولا ايه بالظبط؟ توفيق عكاشه لما حد يلعب في الاباجوره من تحت وما تنورش تبقى مؤامره ولا لا؟ ومصر قلت لكم مستهدفه والمؤامره، محدش بيصدقني يقول لك وكل حاجه مؤامره. ايوه يا جدع يا سيدي، انت بالعقل لما تكون الحاجه دي ربنا جعلها لده، للحاجه دي الاباجوره ده ايه ده اهي ربنا جعلها تنور لي كده. جه بقى واحد لعب لي فيها من تحت البتاع فمنع النور بتاعها فامر عليا فما قلتش مش عارف اقرا. الله يا استاذ توفيق، هو اللي انا اعرفه ان لو حد لعب في اي حاجه من تحت ده يبقى تحرش مش مؤامره يعني، وطبيعي انها ما تنورش، المفروض تصوت اساسا مش تنور. ريهام سعيد، انا كنت بحب الرئيس السيسي لكن نسبه حبي زادت جدا جدا. عشان في ناس كتير هتقول لك طلعت تدافع عن الرئيس نار. لا انا يعني اذا كنت بحبه او كنت بحترمه قبل كده مثلا امبارح، بس النسبه دي عاليه جدا جدا جدا، لان انا ست بتعامل بقلبي جدا وشفت نظرات حب في عينين الرئيس. طبعا نظرات شكر وتقدير لاهل، انما ميتين اهالينا احنا ما بيبصلناش بشكر وتقدير، ما بيبصش غير على كروشنا اللي مزعلاه وجيوبنا اللي بيفضيها اول باول. ريهام سعيد تطالب الرئيس السيسي باغلاق الفيسبوك وتويتر. السوشيال ميديا، لما ابني دخل المستشفى حطيت صوره ايد الكانيلا وطلبت من جمهوري الدعاء، راحت واحده كاتبالي وانت بقى ما عندكيش هوس من السوشيال ميديا بتتريقي على الولد وانت حاطه الكانيلا بتاعت ابنك على السوشيال ميديا؟ راحت داخله شتماني، ايه انت كميه السواد ويا جماعه احنا ليه ما بقيناش طيبين خالص كده؟ ايه ده؟ يا رب القرار الجاي يا ريس يبقى زي الصين كده، تمنع بقى فيسبوك وتمنع تويتر ونرجع بقى للسلام الداخلي اللي كان عندنا في الاول. اعوذ بالله يا اخي، الله يكون في عونك والله. مش عارف الناس ما بقوش طيبين ليه زي حضرتك كده، بس عاوز اطمنك يا مدام ريهام ان شاء الله الرئيس قريب قوي هيقفل البلد نفسها مش السوشيال ميديا بس، ولا هيبقى حالتنا سلام داخلي نقعد فيه ولا حتى غيار داخلي نقعد بيه. معهد ستوكهولم للسلام، مصر ثالث اكبر مستورد للسلاح في العالم. طب يا ريت والنبي معهد ستوكهولم ده يتعب نفسه معانا شويه ويقول لنا السلاح اللي بنستورده ده بنعمل بيه ايه، اصل الجيش عندنا عقبال امريكا ساب الحدود وشغال دلوقتي في المقاولات ومزارع الجمبري. يمكن لو دورتوا شويه تلاقوا اننا بعد ما بنستورد السلاح بنبيعه وبنشتري بيه كباري مثلا. خبير اقتصادي حكم مرسي رجع مصر 20 عاما الى الوراء. لو انا اقدر اعمل مقارنه النهارده و2013 يعني 19 بعد 6 سنوات اقدر اعمل مقارنه عن وضع الاقتصاد قدام حضرتك؟ احنا كنا فين؟ انت كنت فين؟ 2013 كنت فين؟ انت كنت لسه طالع من حكم مرسي سنه، حكم مرسي ده رجع مصر 20 سنه. حكم مرسي رجع مصر 20 سنه لورا؟ هو بغض النظر عن ان مصر لو رجعت 20 سنه لورا هتبقى احسن من دلوقتي، بس يعني على كده بقى حكم السيسي رجع مصر بطن امها يعني. عموما انت عندك حق، في دول عندها اداره وفلوس ودول تانية عندها فلوس بس. احنا بقى الحمد لله عندنا الاداره هي اللي بتسرق الفلوس. عزم مجاهد، السيسي زعلان مننا قوي عشان مش مطلوب منه يطلع يتكلم عن مصر. قبل ما اروح للي قاله الريس، عاوز اقول لكم ان الريس كان زعلان مننا قوي والله، وعنده حق، لانه مش مطلوب منه كل شويه يطلع يفكرنا بالمؤامرات اللي كانت وما زالت مستمره. زعلان لانه مش مطلوب منه في كل مره يطلع يتكلم عن مصر. مصر بقت قبله العالم، انا عاوز اقول لك ان مصر بتقبل ايد العالم كل يوم عشان يرضى شحاتها والله. بس عموما بصراحه الرئيس له حق يزعل مننا، احنا ما نستاهلوش بصراحه، يا ريت لو يخاصمنا بالمره وما يكلمناش تاني، بعمل فينا جميله والله. بكري، محتاجين حد زي السيسي ياخدنا في حضنه. من صفات القائد دائما ان يكون انسانا، والرئيس في كل المواقف يتحلى بالانسانيه. لما ينزل الرئيس ويبوس على ايد سيده عجوز وهي على الكرسي اكثر من مرة، لما يحتضن أطفال الشهداء، احنا محتاجين ده، احنا محتاجين حد ياخدنا في حضنه.
حد يبقى معانا في كل خطواتنا. هو ايه موضوع الاحضان ده يا جدعان؟ معلش يعني هم الاعلاميين مالهم عاملين زي القطط في موسم التزاوج كده؟ وبعدين هو السيسي لسه هياخدنا في حضنه؟ ده واخد البلد كلها ورا مصنع الكراسي بقاله 5 سنين. هستلف تاني. الفرق بنجيبه وبنستلفه. بنستلفه باقساط فوائد، باقساط اقساط القرض نفسه والفوائد بتاعتها. مظبوط. مع القديم فالدنيا بتزيد. لو عاوز تعرف الرقم، ما عايز اعرف الرقم. السنه دي انت هتدفع 541 مليار فوائد و276 مليار اقساط ديون، المجموع ده 817 مليار جنيه. ده خدمه الدين بس، فوائد واقساط. وانت عندك كل الايرادات بتاعتك 943، هم في الموازنه 989. فانت لو جبت 900 هتاخد منهم 817 فوائد واقساط، ويتبقى لك بس مفيش غير 100 مليار يمكن ولا حاجه اقل. طب انت بتشتغل ازاي؟ هستلف تاني. معلش يا استاذ معيط، ممكن تقول لنا مين الدول والبنوك والمؤسسات المغفله اللي لسه بتوافق انها تسلف مصر؟ ويا ريت لو تشوف لنا هم ممكن يسلفوا مواطنين عاديين ولا لا. ما احنا اكيد سمعتنا مش اسوأ من سمعه مصر يعني اللي عمالين يسلفوها دي. مصادر اوامر مخابراتيه بمنع ظهور الوزراء في القنوات الفضائيه حتى اشعار اخر. يبدو ان وزير الماليه بتصريحاته لبخ الدنيا، قال لك نمنع الوزراء كلهم من الظهور في الفضائيات. لبخ الدنيا لان كلامه معناه ببساطه ان كل كلام سياده الرئيس عن الانجازات هكس. الراجل بيقول ان بعد دفع اقساط وفوائد الديون تقريبا 90% من مصروفاتنا السنويه سلف. يعني الديون اللي بياخدها سياده الرئيس تقريبا بشكل يومي دي مش اسراف زي ما الناس متخيله، دي بغرض تمويل المصاريف الجاريه، مرتبات، ميزانيات صحه وتعليم، امتيازات للساده اللي حاكمين البلد الى اخره. انما كل الايرادات الحقيقيه محجوزه فعلا لاقساط الديون وفوائدها. يعني الدوله فعليا مفلسه، ومش واضح الانشاءات اللي بيعملها سياده الرئيس مع سياده الفريق كامل هتحل الموضوع ده ازاي بصراحه. يعني الانشاءات دي هتساعد في علاج المصيبه دي ازاي؟ يعني اخذ اراضي الدوله وتخطيطها ومدها بالمرافق وهوبا يبيعوا المتر في الصحراء ب 10000 جنيه، ده هيساعد في الوضع الاسود ده ازاي؟ عموما هو بالنسبه لتصريحات الاستاذ معيط فانا مش مستغرب خالص ان احنا علينا ديون وبنصرف من السلف. انا اللي مستغرب له اننا بنسدد الديون. انا كان املي بصراحه ان احنا نكون ما بنسدش وبعد فتره ديانه يجوا يحجزوا على البلد باللي فيها ويطلعونا منها والعيشه تحلو بقى. مساعد وزير الخارجيه الاسبق لن نقبل حقوق الانسان من المنظور الغربي. احنا مش هنقبلها من المنظور الغربي، احنا هنقبلها من المنظور الشرقي، لاننا لو بصينا للانسان من المنظور الغربي هنلاقي انه له حقوق، ولو بصينا له بقى من المنظور الشرقي فغالبا مش هنلاقي الانسان نفسه عشان هيكون في المعتقل. ده المنظور اللي يناسبنا بصراحه. لميس الحديدي تكتب المكارثيه 2019. لميس الحديدي كاتبه مقال عن حريه التعبير واتهامات التخوين والعماله لاي حد بيقول راي معارض، وحاجه يعني تقول لي جيفارا قوم ونقعد مكانك. استهدي بالله مدام لميس، وقوم اعملي لقمه لجوزك عشان عنده تحقيق مهم بالليل، وانتوا يا جماعه حاولوا تشغلوها بسرعه قبل ما حالتها تسوق وتلاقوها كاتبه مقال اسمه الاسلام هو الحل. الا صحيح يا عمرو، ما تكلم لها تركي آل الشيخ كده يشغلها، يعمل لها فريق كره نسائيه تلعب فيه كده وتعض اللاعبات وتفرغ الطاقه اللي جواها بدل ما هي عماله تفرغها في مقالات وتهرفنا. فريده الشباشي، مصر في طريقها لتكون قد الدنيا كما قال السيسي. والله يا مدام فريده مش عارف اقول لك ايه، بس هو غالبا الطريق اللي مصر ماشيه فيه حاليا هيطلعها بره الدنيا خالص. تعليق ناري من احمد موسى على بيان الخارجيه الامريكي في غايه الاستفزاز. عايز انا دوله بحارب الارهاب النهارده، عايز اثبت البلد وعايز اوقف البلد، عايزني اتعامل مع الارهاب ازاي؟ طيب الامريكان لما اعتقلوا ارهابيين، المخابرات الامريكيه بما فيها جورج تينت اللي كان رئيس المخابرات الامريكيه اللي كتب كتاب قد كده كيف تعاملنا مع الارهابيين، التعذيب بيتم ازاي والخنق بيتم ازاي، ووصل انه تصفيه ليهم. هو لطيف الموضوع اننا خلاص ما بقيناش بننكر الاتهامات دلوقتي، بقينا بنقول للي بيتهمنا احنا وسخين، بس انتوا كمان وسخين زيين عادي يعني، فما ينفعش اتنين اوسخ يلفوا على بعض. امريكا بتقتل الناس في كل حته في العالم وبتعمل معتقلات بره ارضها، انما احنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي. موضوع القتل ده بنقتل مصريين بس ومعتقلاتنا على ارضنا، يعني ما حدش له عندنا حاجه، شعبنا بيتقتل وبيتحبس زي الفل ومش بيخلينا نبص لبره زيكم. السيسي يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على ارواح حادث نيوزيلندا الارهابي. طب اسمحوا لي قبل ما نبدا الكلمه ان انا ادعوكم جميعا للوقوف حدادا وتكريما لارواح الحادث او الواقعه المؤلمه اللي حدثت في نيوزيلندا. واسمحوا لي باسمكم جميعا ان احنا ندين هذه الحادثه الارهابيه ادانه بكل ما لدينا من قيم ومبادئ وانسانيه. فيك الخير والله يا ريس، بس هو انت ما تعرفش ان الدقيقه احداد دي المفروض تسكت فيها، ولا انت حتى الدقيقه مستخسرها؟ يعني تقعد نص ساعه تحرض الغرب على مراقبه المساجد وتخوفهم منها، ولما الناس تموت في مساجد مش قادر تتكتم دقيقه؟ وقت البلد كان هيضيع خلاص يعني، ولا الناس اللي ماتت دي ما تستاهلش في نظرك حتى دقيقه؟ وانا لما بلتقي مع الشركاء الاوروبيين او اي دوله ثانيه اقول لهم من فضلكم انتبهوا جيدا لما يعني يتم نشره في دور العباده،
ولا تسمحوا للمتطرفين والمتشددين ان هم يعني يوجهوا الناس البسطاء وياخدوهم في اتجاه الغلو والتطرف. السيسي يشهد عرضا لبالي فرعوني ضمن احتفالية ملتقى الشباب العربي الافريقي. جميله فعلا، بس معلش والله هو احنا ما كانش ينفع نلغي العروض دي عشان خاطر الناس اللي ماتت دي واللي في منهم مصريين؟ الملتقى كان هيحمض مثلا من غير الباليه الفرعوني؟ وبعدين باليه ايه يا جدعان اللي بتفرجوا السيسي عليه ده؟ هو ده هيفهم باليه برضه؟ روحوا شغلوا له اي حاجه كده يعرف يعيط عليها، هو بيحب قوي يعيط في المؤتمرات. وبعدين حتى لو حبكت باليه يعني ما كانش لازم تعرضوا له باليه فرعوني يعني، لانه مش هيفهمه بصراحه. كان المفروض تعرضوا له باليه بحيره البلح. ضرب سيناتور استرالي بالبيض لاتهامه المسلمين بالتسبب بحادث المسجدين. A terribly unfortunate thing, a tragedy, but it's going to be eventually accepted or expected that these sort of things happen. When people are getting attacked in their own... برافو عليك والله يا ابني، بس هو انت زعلت واتنرفزت عشان سيناتور مش مسلم في دوله مش مسلمه وبيتهم المسلمين وقمت مكسر على دماغه بيضه؟ تعالى يا ابني عندنا وانا اوريك رئيس مسلم في دوله مسلمه وبيتهم المسلمين بالارهاب برضه عادي، بس ده مش هتكسر على دماغه بيضه، ده لما هتسمعه هتكسر دماغك انت شخصيا في الحيط والله. عمرو اديب عن تظاهرات السترات الصفراء جابوا اشهر المحلات الارض. للاسبوع ال 18 ينزل السترات الصفراء الشانزليزيه، الاسبوع ده في 8000 نزلوا منهم 1500 مخرب، ما تفهمش ساعات كده الشعوب يا جماعه بيجي في دماغها شيطان، ايه المطلوب محدش فاهم. لاحظوا حضراتكم ان الاستاذ عمرو بيغير موجه كلامه في نفس الموضوع حسب نوع التحقيق المطلوب، يعني مثلا من كام اسبوع لما ماكرون كان وحش وبينتقد حقوق الانسان في مصر دول كانوا صوار ومتظاهرين والحكومه بتسحلهم وتقمعهم، دلوقتي بقى في مظاهرات في الجزائر وفي حمله تطمن انت مش لوحدك وقلق من التظاهر، يبقى لازم المتظاهرين دول نفسهم اللي كانوا ضحايا من كام اسبوع يطلعوا مخربين ومجرمين وبيضيعوا اقتصاد البلد وبيكسروا المحلات. برافو والله يا عمرو. احمد موسى للشرطه النيوزيلنديه، لماذا لم يتم تصفية الإرهابي؟ ليه؟ وأنا سؤالي اللي بقوله من بدري، لماذا لم يتم تصفية هذا الإرهابي؟ هو أنتوا خايفين تصفوه ومش متضايقين على 51 شهيد؟ متضايق إنك تقتل مجرم؟ تقتل إرهابي؟ مش قادر تاخد القرار وأنت طلبته كمان يقف وما وقفش؟ مش عارف بصراحة، شرطة إيه دي اللي بتقبض على المجرمين بدل ما تقتلهم؟ يمكن مثلا عاوزين يحققوا معاه ويعرفوا منه معلومات ويقدموا له المحاكمة وينفذوا القانون، بس إيه التسيب ده برضه؟ ما سمعوش عن حاجة اسمها تصفية أو قتل في تبادل إطلاق نار؟ ييجوا يتعلموا من الشرطة بتاعتهم، بيقتلوا المتهم الأول وبعدين يحققوا معانا مهلهم عشان يضمنوا انه مش هيهرب ولا هيتهمهم بانهم عذبوه. احمد موسى يكشف مفاجآت عن مذبحه نيوزيلندا، الارهابي خطط لجريمته بتركيا ولن يعدم. وللاسف جريمه في استراليا او نيوزيلندا ما فيهاش حكم اعدام، اخر حاجه ممكن يقعد له 20 سنه 25 سنه، يعني مجرم ارهابي قتل ال 51 شهداء وفي حوالي 40 واحد مصاب منهم حوالي 18 او 20 حالتهم خطره وفي الاخر يفضل عايش. شفت ارهابي قتل 51 ومش هيتعدم، عشان بس تعرفوا قيمه مصر، احنا عندنا اللي ما بيعملش حاجه اساسا بنعدمه عشان ممكن لو سيبناه عايش يفكر يعمل حاجه في المستقبل، فبنحل المشكله من جذور، احنا بنحب العدل قوي يعني. مفوضيه التنميه بالاتحاد الافريقي للسيسي، شبابنا سيكون كالماس في يدك وليس كالذهب. هو انتوا هتكتشفوا ان مش الشباب هم اللي ماس في ايد السيسي، لا دي ايد السيسي نفسها هي اللي ماس، بس ماس كهربائي بيحرق الشباب اللي بيقعوا فيها. عمرو اديب، نحن لسنا اقل من فرنسا، ننعى شهداء نيوزيلندا ونطالب حكومتنا بجنازه رمزيه. احنا اولى ان احنا نبقى موجودين في جنازه رمزيه تتعمل لهؤلاء قدام العالم كله، زي ما الناس في فرنسا راحت زعماء العالم الغربي كله لما حصلت احداث فرنسا ومشوا في الشانزليزيه على رجليهم قدام العالم صمود وتصدي. الله يا عمرو مش عارف اقول لك ايه، بس يعني مش زعماء الغرب بس اللي راحوا في مسيره تشارلي ابدو، السيسي نفسه راح، وفي حادث نيوزيلندا ما حطش منطق عادي يعني. بص، هم زعماء العرب كان ممكن يتحركوا تقريبا في حاله واحده، لو كان الارهابي نفسه اتقتل وهو بيرتكب الجريمه عشان ينعوه ويمشوا في جنازته. وبعدين انت عاوز الحكام العرب يسيبوا الناس اللي بيقتلوهم في بلادهم ويسافروا ويمشوا في جنازات ناس اتقتلت بره؟ هم فاضيين؟ هيقطعوا نفسهم يعني ولا ايه؟ احمد موسى يكشف عن علاقه سفاح مذبحه نيوزيلندا بتركيا. بقول تركيا من الاول لانه الارهابي زار تركيا مرتين وخطط لارتكاب هذه الجريمه وهو في تركيا، زار تركيا في 17 مارس 2016
ياه راح تركيا مرتين في 2016؟ لا يبقى اكيد تركيا ليها يد في الموضوع طبعا. بس يا ترى بعد ما خطط للجريمه مع الاتراك ايه اللي اخره 3 سنين بحالهم عشان يعمل اللي خطط له؟ اكيد في الثلاث سنين دول كان بيحاول يعرف يوم صلاه الجمعه بتبقى يوم ايه بالظبط عشان ينفذ فيه، ولو دورنا شويه يمكن نلاقي الاتراك هم اللي قالوا له المعلومه دي. حسبي الله ونعم الوكيل. اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق: احتمال تورط الاخوان في حادث نيوزيلندا الارهابي. وعايز اقول ان اذا كان جماعه الاخوان فعلا راحوا نيوزيلندا، اذا كان جماعه الاخوان ليهم انشطه في كل مكان، الاخوان وداعش الاثنين وجهان لعمله واحده، وكله وكلاهما موجه ضد الاسلام من جهه اخرى مضاده للاسلام. ايوه هم الاخوان السبب في الحادث، هم اكيد لما راحوا نيوزيلندا قعدوا يعملوا حاجات ارهابيه متطرفه زي ان هم يصلوا في المساجد مثلا، فاستفزوا الراجل الاسترالي الغلبان ده قام قتله. لا بصراحه هو معذور مفيش لوم عليه. عموما المسلمين نفسهم في نيوزيلندا لو يخلوا عندهم دم ويبطلوا صلاه في المساجد او يسيبوا الاسلام خالص ما كانش حد هيفكر يقتلهم. بس نقول ايه بقى، ما انهم لله المسلمين دول. هاني لبيب: القياده المصريه كانت سباقه في التحذير من خطوره الارهاب. ومصر كانت يعني سباقه فعلا، والقياده بتاعتنا كان عندها رياده لما نبهت لده قبل اي حادثه بره، لو تفتكر حضرتك بعد ثوره 30 يونيو. وعلشان كده احنا لازم نحيي الدعوه دي من خلال حضرتك هنا، فكره المنظمات اللي ما بتتكلمش على الحاجات دي وسايباها ما تكلموش. طبعا لسه بتكلم عليه، ما هو مش هيتكلموا ولا يقولوا حاجه كالعاده يعني. بصراحه سياده الرئيس حذر من الارهاب الاسلامي كتير، وقال للغرب يراقبوا المساجد كويس عشان الارهاب بيطلع منها. وواضح ان في ناس في الغرب سمعوا كلامه وقتلوا اللي في المساجد مش راقبوهم بس. تحيه كبيره للقياده المصريه والله. مدرسه ابتدائي في اسيوط تجسد شخصيه السيسي في شكل تمثيلي. احب الاول اشكركم على استقبالكم العظيم ليا والكلمات الرائعه اللي انتوا قلتوها، ده بيدل على حب كبير. هم دول المصريين صحيح، انا النهارده خصيتكم عشان اللي عنده اي مشكله نحلها، بس لوحدي مش هقدر اعمل اي حاجه، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. معايا يا شباب؟ عايز اسمع. معايا يا شباب؟ معايا يا ريس. لا انا مش سامع. معايا يا شباب؟ ودلوقتي اللي عنده مشكله نسمع اول مشكله. انا عندي مشكله يا سياده الرئيس، انا فلاح ما عنديش ارض ازرعها، ونفسي يكون عندي ارض ازرعها او كده ارض. انا ما يهونش عليا ازعلكم مني، انتوا مش عارفين ان انتوا نور علينا. والله صحيح، عشان كده حولت كل الصحراء لارض زراعيه عشان تاكلوا فاكهه وخضار طول السنه. انا عندي مشكله يا سياده الرئيس، وقت عايز اتجوز مش لاقي شكل اتجوز فيها، شعره شاف والاسقار تجد هيله زي النهر. ده صحيح يا امي، احنا عايشين في بيت ضيق وصغير، ففكرت اوسع البيت ده ونوسع على نفسنا، فبنسلكم مدن جديده. انا عايز مشكله يا سياده الرئيس، انا تاني وفضلت في بحر السفينه، ايوه فعلا دي مشكله كبيره، بس لازم تساعدوني فيها عشان السفينه تمر وتمشي في البحر وما تاخدش وقت كبير. لازم نحفر قناه السويس الجديده. هتحفروا معايا يا مصريين؟ بس انا معيش فلوس، هتدوني فلوس؟ يا جماعه طالما ما عندناش تعليم في المدارس ولا مناهج يبقى ما نقعدش فاضيين كده، نعلم الاطفال حاجه تنفعهم لما يكبروا زي صعوبات الحكام. بس يا ريت نهتم اكتر، وبدل ما تجيبوا صوره للسيسي طلع من جوه كده كانه انسان عادي والعياذ بالله، المره الجايه تنزلوه من السما كده وتنوروا وشه، او تلموا من الطلبه فلوس وتشتروا عجوه وتعملوا بيها تمثال للسيسي بدل الصوره، وتخلوا الاولاد يسجدوا قدامه بدل ما يسالوه. عموما انا اعتقد ان في المستقبل هنشوف المنظر ده كلنا لما السيسي يموت ويصمم انه يترشح برضه فيدخل الانتخابات بصورته وينجح. بس لحظه كده، هي المدرسه اللي لابسه صوره السيسي لما قالت نور عينينا وصحيح كانت بتقلد الرئيس ولا بتقلش عليه؟ الشك حيموتني. وزيرة الهجرة نيوزيلندا أبدت استعدادها لتحمل تكلفة نقل جثامين الشهداء الأربعة المصريين. هم اللي لازم يدفعوا، حق
حق يعني. فهي قوي ان الدولة هتوافق ان هم يتدفنوا في مصر مع ان مش هي اللي قتلهم. احنا اصلا المفروض نطلب تعويض من نيوزيلندا ان هم ضيعوا على البلد 4 مصريين من غير ما تموتهم بايدها. وزير النقل للمواطنين معك ورقمي، اتصلوا علي. كم البوني؟ عارف البوني؟ كلمني لو القطر ما يمشي معاك. خلاص؟ كلمني وتقول لي القطر يا فندم ما قالش معاك. بنفسك مع الوزير ان شاء الله. والناس المحترمه اللي في العيادات. هو بعيدا عن ان وزير النقل فاكر نفسه مطعم كنتاكي والمفروض ان رقمه مع كل المواطنين عادي يعني، فالاغرب بقى ان المواطن قال له اه الرقم معايا، اللي هو اكيد الوزير ادرى مني بموبايل وعارف ان رقمه معايا كويس يعني. عموما يعني برضو كويس ان الوزير ما راحش يكلم القطر بنفسه وقال له لو ما طلعتش في ميعادك ابقى اتصل بيا. السيسي للدول المتقدمه، لو عندنا عقل مميز نبعته وادونا نسبه من عقله. ما تيجوا نتكلم معاهم نقول لهم لما يكون عندنا عقل متميز هنبعته لكم وينجح في بحث علم ما، ما تدونا نسبه من عقله، ده ابننا وعلمناه عندنا واتحناه لكم. طب ادونا ادونا يعني خلوا المنتج اللي هيطلعه لو كان بيطلع حاجه للطب تبقى تكلفتها علينا محل نظر. ايوه لو ظهر عندنا عقل مميز هنبقى نبعته لكم، احنا ما بنحتاجش العقول عندنا في حاجه يعني، حتى كمان عشان ما يبوظش عقول الناس اللي حواليه. ولو نجح بقى ابعتوا لنا نسبه من عقله او من دخله يكون احسن يعني، اصل هناخد نسبه من عقله نعمل بيها ايه؟ لو لازم ادونا حته من الزلاموكه وخلاص، احنا بنستخدمها في التفكير عندنا عادي. وفرصه والله، بصوا يا جماعه احنا هنبعت لكم وليد بتاع النانو تكنولوجي ده، بس مش عاوزين نسبه من عقله، احنا عاوزينكم تمضوا لنا تعهد انه مش هيرجع تاني. طب ما نبعت لكم الرئيس، بس ده غالبا مش هتلاقوا عنده عقل اساسا عشان تبعتوا لنا نسبه منه. بصوا ابعتوا لنا نسبه من خدوده وخلاص واحنا هنبقى نرميها. السيسي للشباب العربي والافريقي، حافظوا على بلادكم. انا بقول لكل الشباب اللي موجود معانا دلوقتي ولكل من يسمعني، من فضلكم من فضلكم حافظوا على بلادكم، حافظوا على بلادكم، حافظوا على بلادكم. يا ريت الشباب العربي والافريقي يحاولوا يحافظوا على بلدهم، احنا كان نفسنا نقول للشباب المصري كده والله، بس للاسف بسبب اللي قاعد ده ما بقاش في بلد اساسا عشان يحافظوا عليه، الشباب بيحاولوا يحافظوا على حياتهم منه بس ومش عارفين والله. السيسي يجب تاهيل الشباب قبل الدفع بهم في المناصب القياديه، طبعا لازم ناهلهم وننشط جينات التحقيق اللي جواهم الاول، احنا بس عندنا مشكله بسيطه ان المناصب القياديه من يوم ما اتولدت وهي محجوزه للقوات المسلحه للاسف ومفيش مكان للشباب، فبنضطر ناخد الشباب ندفع بيهم في السجن بدل ما نسيبهم كده عشان ما نبقاش قصرنا من ناحيتهم برضه. صاحب محل الأسوان مدبول يوزع الأكواب والحكومة حسبت على المشاريب. يا جماعة كفاية قصص بطولية بقى والله، أنا جتت اتهرت. معقولة حسبوا على القصب؟ يا سلام. ويا ترى بقى شربوه عادي من بقهم ولا عملوا حاجة تانية مختلفة تحكيها لنا؟ يلا الحمد لله احنا الحكومة عندنا بتحاسب على عصير القصب، بس القصب نفسه بيقعدون عليه. السيسي للشباب، تمسكوا بأحلامكم واجعلوا الإنسانية دستوركم. أيوة بصوا يا شباب، خلوا الإنسانية تبقى هي دستوركم. الدستور الحقيقي بقى مالكمش دعوة بيه، أصله يلزمني. سيبوهولي أنا عشان بحوش فيه سنين رئاسية معلش. صدمته سيارة أنابيب. مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني في حادث سير بالطالبية. سبحان الله، انت عارف لو كنت في اليمن وسط الدمار والخراب والضرب والمجاعة والحرائق كان ممكن تعيش، انما عندنا في مصر محدش بينفد بعمره ابدا. الجنيه يصل لاعلى مستوياته امام الدولار منذ عامين. عمرو اديب، لماذا لا تنخفض اسعار السلع؟ نحن اليوم نشهد اقل سعر للدولار قدام الجنيه في سنتين، 17.30. هتسألني السؤال التقليدي وانت شايفه يا عمرو هيفضل ينزل؟ معرفش. السؤال بقى اللي يهم الناس، دي دولة بتستورد 70% من حاجتها، لماذا لا تنخفض السلع؟ والآن مع فقرة البيضة والحجر والأستاذ عمرو أديب. لازم تستعبط يا أنا عمرو وتخليني أحرجك، الأسعار ما بتنزلش يا اسك أخواتك لأن التاجر دفع ثمنها وجمركها بالفعل بالسعر القديم، ده غير إن نزول الدولار ده مؤقت وبيزيد تاني، ولما بيزيد محدش بيسمع صوت سعادتك، قال لك أقل سعر ليه في سنتين، بيفكرني بأبل لما يطلعوا منتج جديد فيقرروا بنفسه مش بمنتجات الشركات التانية. عز مصطفى، نفسي أعرف الناس مش بتتكلم عن الدولار لما سعره ينخفض وبيتكلموا بس لما يزيد ليه؟ لما الدولار بيتحرك نص جنيه كل الناس بتتكلم على ان الدولار غلي نص جنيه، انما لما الدولار بينزل محدش بيجيب سيره خالص، ودي مساله لازم نتوقف امامها. ليه لما الدولار بيغلى نص جنيه يقولك ب 17؟ اقولك ليه يا ماما محدش بيتكلم، لان القضيه مش ان الدولار يغلى او يرخص، القضيه انه لما بيغلى كل حاجه بتولع في البلد وبتغلى، لكن لما بيرخص الاسعار ما بتنزلش تاني، ده غير ان ده نزول مؤقت وهيزيد تاني يعني، فما تقلقيش. انت بقى اللي مش هتتكلمي خالص ولا هتجيبي سيرته لما يغلى تاني. قال وليد بن طلال،
لست فاسدا، وما حدث داخل الريدز سر بيني وبين الدولة. خلبوص، عملوا فيك ايه جوه؟ قول ما تتكسفش. قلعوك الساعة. احمر شفايف وركبة عارية، مهزلة جديدة في ترميم تمثال الفلاحة المصرية. جماعة هو ده تمثال الفلاحة المصرية، بس تقريبا النحات ما لحقهاش وهي بتزرع فجابها وهي بتقلع. هو تقريبا زي ما في بره قاتل متسلسل، احنا عندنا نحات متسلسل عمال يخرب في تماثيل البلد واحد واحد ومحدش عارف يوقفه. عماد الدين اديب، سيناريو قديم يتجدد بالجزائر. الاستاذ عماد الدين اديب فرس نهر الاعلام المصري، كتب مقاله في جريده المخابرات الغراء الشهيره بجريده الوطن، بيلقي فيها باللوم على المتظاهرين في الجزائر فيما يتعلق بنقطتين في غايه الاهميه. اولا، سيادته شايف ان الجيش كمؤسسه حاكمه ورئيسيه في الجزائر قدم تنازلات بتضحيته بترشيح المجاهد الثمانيني عبد العزيز بوتفليقه للرئاسه تجنبا للمواجهه. وللاسف من وجهه نظر سيادته، بدل ما الشارع والاحزاب يردوا التحيه بتحيه احسن منها، قال كده والله، نزلوا المظاهرات بعدها. ثانيا، اصرار الشارع والاحزاب والنقابات المهنيه على رفض البيان الرئاسي والاصرار على رحيل الرئيس والنظام، وخدوا بالكم الجايه دي، واحداث تغييرات تجعل الجيش في النهايه مؤسسه امن ودفاع فقط، قال لك ان ده سوف يدفع الامور الى مواجهه محققه لا يمكن تجنبها، على حد تعبير الاستاذ عماد. الاستاذ اديب عماد الدين اخبرنا في مقاله الطليعي بوجود غرفه عمليات سوداء مكونه من احزاب معارضه واجهزه مخابراتيه عربيه واجنبيه ومنظمات المجتمع المدني لاداره عمليه التحريض زي ما حصل في مصر وسوريا وليبيا والعراق ولبنان وما يستجد من الدول الشقيقه. التساؤل بقى، هل اسم غرفه العمليات دي فعلا غرفه العمليات السوداء، ولا ده تعبير مجازي من الاستاذ اديب الدين عماد؟ وفي النهايه بقى راح خاتم بالعبره والخلاصه بتاعت المقال، وقال لك علمنا التاريخ وهو خير معلم ان مثل هذه المعادلات تنتهي الى فوز المتغلب الاقوى ماديا بعدما يفشل الحوار بسبب العناد والغطرسه وعدم الفهم الصحيح لحدود الممكن والمتاح على ارض الواقع. الظريف في المقاله دي هو اعتراف الاستاذ عماد الدين وحيد قرن الصحافه المصريه ان الجيوش عندنا ليها وظيفه غير الامن والدفاع، وان الوظيفه دي من الاهميه بمكان بالنسبه للجيش، لدرجه قد تدفع الجيش لخوض غمار حرب اهليه دفاعا عن هذه الوظيفه ضد اللي بيطالبوا بتفرغ الجيش للامن والدفاع، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. ما عندكش لا مبدا ولا مله ولا دين ولا اي حاجه، ولا يعرف عطاء ركعه واحده بس، ولا تعرف ربنا. مش بيقول لك في القران يقول لك ايه؟ متهيئ لهم ان هم بيعملوا حسنين صنعا وهم اولاد مسلمين. طفل القرش دودو، طفل القرش دودو، طفل القرش دودو، طفل القرش ام القرش دودو، ام القرش دودو، ام القرش دودو، ام القرش للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.